في هذه الأمسية عن عن المسكوكات في مصر في العصرين الروماني والبيزنطي. تناولنا المسكوكات بشكل عام، فئتها وتدهور العملة وأهميتها وبعض الأحداث السياسية اللي بتبرزها العملة من ثورات أو تغيرات إصلاح اقتصادي إلى آخره، وتمثيل زوجات الأباطرة من الأباطرة من من حملنا ألقاب إمبراطورة، وأيضاً رأينا أولياء العهد. وحالياً في الجلسة الثالثة بنواصل مع الأهمية الدينية والرموز الدينية. اتفضل أستاذ محمد شكرا مدحت، الباحث شكرا دكتور المتميز باسم، والصديق الغالي على قلبي. الله يخليك يا دكتور باسم، الله يخليك. طيب انا بشكركم مره تانية. بالنسبه للاهميه الدينيه، زي ما احنا قلنا في الجلسه اللي فاتت، الرومان راعوا او عنوا بكل المعبودات الموجوده في الامبراطوريه الرومانيه، سواء كانت تعدديه او غيرها، طالما ان كان في تقديس للإمبراطور الروماني وتقديس للمعبودات الرومانية وتقديم الأضاحي ليها في وقت أعيادها، وده كان نوع من إظهار الولاء للدولة الرومانية. بعد إذنك علي الصوت أو قرب طيب من المايك. طيب تمام كده. فده كان سياسة روما لتقديس كل المعبودات اللي موجودة في مصر، سواء معبودات رومانية، معبودات يونانية، أو معبودات مصرية قديمة بلا استثناء. الحاجة الثانية اللي احنا عايزين نقول عليها مثلا ان في بعض المعبودات ظهرت بشدة او بكثرة على المعبودات على العملات المصرية. يعني مش كل المعبودات المصرية اللي ظهرت على العملات سواء، لا، هنجد مثلا المعبودات مدينة الاسكندرية او الثالوث السكندري كان ظهر بشدة، وده طبيعي ان الاسكندرية كانت هي العاصمة، والثالوث السكندري اللي هو سيرابيس وحرقوقراط ومعاه المعبودة إيزيس ظهروا بشدة، وده مش بسبب بس وجود الإسكندرية، بسبب كمان شيوع عبادة المعبودة إيزيس خارج نطاق القطر المصري، وظهوره في إيطاليا وفي فينيقيا وغيرها، وكمان ظهر في روما نفسها. رجوعاً على الموضوع دوت، احنا هنقسمها كالآتي. انا هنختصر في الوقت، فهنمسك المعبودات اليونانية والمعبودات المصرية. طيب هنبتدي بتصوير المعبودات اليونانية على العملات الرومانية. انا مش هشرح المعبودات خالص، انا بس هنعرض العملات ونقول ايه المعبود اللي عليها بدون شرح ودون استفاضة، بس مجرد الشرح مش اكتر. كده عايز تحرمنا من علمك يا استاذ محمد؟ لا ماشي. لا لا، انا مش قصدي والله، بس انا قصدي ايه، عشان بس ايه، نبقى دايما العمله بتكون ايسر للشرح. طيب اول عمله ظهرت لنا عليها معبود على الاطلاق في الفتره الرومانيه كان عمله نحاسيه، فئه ديوبول، درب الاسكندريه، العام 41 من حكم الامبراطور اغسطس، يعني حوالي سنه 11 ميلاديه، يعني قبل ما يموت اغسطس بثلاث سنين تقريبا. ظهر لنا هنا الامبراطور اغسطس على الوش اهو، وعلى الظهر ظهرت لنا المعبوده نيكي، ودي معبودة أعتقد الانتصار وتوازي في الحضارة الرومانية اللاتينية عامة، يعني نيك الإمبراطورة فيكتوريا، عفوا المعبودة فيكتوريا. هنا برضو عندنا حاجة تانية، دي عملة اللي احنا شفناها في أول محاضرة 80 دراخم ضرب الإسكندرية، اللي هو الإصدارات المبكرة جدا لأغسطس. احنا برضو عندنا مش ناسين حاجة مهمة جدا أشار ليها الأستاذ محمد عبد الحميد في المحاضرة السابقة، إن النسر اللي بيقف على ساقة ده احد رموز المعبود زيوس. فبالتالي لما هنا عندي التمثيل هنا بنفس النسر البطلمي السابق، فهنا ده تمثيل لهيئه من هيئات زيوس، او عفوا رمز من رموز المعبود زيوس. فممكن نعتبر ده برضو ان ده المعبود الثاني اللي ظهر لنا من عصر الامبراطور اغسطس، وليه 80 دراهم. من المعبودات الثانيه اللي ظهرت لنا في الفتره الرومانيه، المعبودات الاغريقيه، ظهر لنا المعبود نيلوس اللي هو بيوازي عندنا في مصر المعبود هابي، إله المعبود الفيضان. فهنا برضو هنا عندنا كلاوديوس، وعندنا على الوش المعبود نيلوس، هنا بالوضع، هنا بالهيئة النصفية، وهنا بالهيئة الكاملة. دي بقى عملة تانية من عهد الإمبراطور كوميروس، دي ديوبول، اتنين أوبول نحاس وبرونز، ودي عملة فئة تترا ضخمة العام 29 من حكم الإمبراطور كوميروس. هنا عندنا الإمبراطور كوميروس على الوجه، وعلى الظهر عندنا المعبود نيلوس وماسك الكونكوربيا أو القرن الوفرة،
وفي ايده التانية ماسك سعفة نخل. هنا برضو عندنا من عهد الامبراطور نيرو، عندنا من السنة 13 من حكمه، عندنا معبود زيوس، زيوس اليوناني بقى من زيوس أمون، هنا زيوس الأولمبي. حتى عندنا في الهوامش هنا يعني بواقي كلمة أولمبي، أدي الأم والبي والآي هنا أولمبيو مكتوب هنا على الهامش، أعتقد واضحة جدا ديوس أولمبيو. فدي برضو من أشكال المهمة يعني لعبود زيوس. وهنا بقى بالشكل الكامل ده من عصر الامبراطور دقلديانوس بقى، دي عصر يعني هنا، يعني هنا بنتكلم في القرن الاول، وهنا بنتكلم في القرن الثالث كده، اواخر القرن الثالث، امبراطور دقلديانوس ومصور عليه هيئه كامله للمعبود زيوس ماسك الصولجان وتحتيه النسر اللي هو احد الرموز بتاعته، النسر بيقف على ساقه. ده من سنه 291 العام السابع من حكمه، يعني السنه يعني. عندنا برضو المعبودة هيرا زوجة المعبود زيوس، ادي هنا ده نيرون، طبعا عرفنا الهيئة بتاعته، بس هنا هتلاقيه باصص ناحية الشمال، باجي الهيليوس الرقبة عرفنا شكله خلاص. وهنا المعبودة هيرا ادي اسمها مكتوبة هنا باليوناني، ده من السنة الـ14 من حكمه، فدي الشكل بتاع المعبودة هيرا ريجيا. هنا بقى عندنا معبود تاني، هنا برضو ده نيرون تترا درخمة، هنا عندنا المعبود أبولو الشهير جدا. فبرضو ده استمرار للمعبودات التمثيل، المعبودات اليونانية تحديدا على العملة. هنا عندنا أثينا، وإحنا شفنا عملة الأثينا من شوية، بس ده هنا بقى ده دراخم السنة الـ14 من حكم هادريان، ملامح هادريان واضحة جدا أهي، وعلى الظهر نجد المعبود أثينا ماسكة الدرع بتاعها ومسكة بإيدها اليمين مجسم للمعبودة نيكي اللي هي تشخيص النصر عند اليونان القديم. ده من عهد ده الراجل دوت بالبينوس، ده من فترة الاضطراب، أحد الأباطرة اللي هم كانوا بيحكموا فترات قصيرة جدا، فترة الاضطراب السنة الأولى من حكمه. وبرضو عندنا أثينا بالشكل الكامل بتاعها ماسكة الرمح وماسكة الدرع، وده العام الأول من حكمه طبعا، ده تلات رخم انخفض العيار جدا زي ما احنا شايفين. دي برضو هادريان عملة فئة ديوبول، دي المعبودة ديميتر ربة الطبيعة والزراعة والنباتات عند الإغريق برضو، فهنا برضو شايفينها برضو ماسكة نباتات في إيديها واسمها مكتوب هنا على ناحية اليمين. بالنسبة لي الموضوع الممتع بقى اللي هو يعني الأقرب لينا ثقافيا هو تصوير المعبودات المصرية على العملات الرومانية، العملات المصرية، المعبودات المصرية الصريحة. لا ده دي مالناش دعوة بيها، ايه ده؟ ماشي، هنبتدي هنا بالمعبود سيرابيس، انا اتلخبطت افتكرت زيوس امون فعشان كده اتلخبطت، معلش حقكم عليا. هنا ابتدى يظهر المعبود سيرابيس تحت، انا ماشي من غير ترتيب زمني، انا ماشي بالمعبودات مش بأقطانية ظهور المعبودات المصرية، عشان بس انا ماشي منهج تصنيفي. فهنا عندنا من عهد الامبراطور كلاوديوس، ادي الامبراطور كلاوديوس على العمله اهو، دي عمله ده دراخم بيلون. عندنا هنا المعبود سيروبيس، المعبود احد معبودات الثالوث السكندري، دي العام الثالث من حكمه، يوازي سنه 42 او 43 ميلاديه. هنا من عهد الامبراطور نيرون هنجد اللي هو هنا بقى الشكل واضح جدا للمعبود سيروبيس على العمله، مش هيئته المشهوره جدا اللحيه، وبيرتدي بعد كده الفازه الزهور ديت. ده دراخم اكتر من رائع من عهد الامبراطور هادريان، زي ما انتم شايفين اي حاجه هادريان لازم تكون جميله، هو يعني مسكوكاته فيها درجه عاليه جدا من الفن. هنا شايفين تقريبا الثالوث السكندري كله موجود تقريبا، يعني عندنا هنا مركب سفينه وادي المجاديف بتاعتها، وفي منتصف السفينه هنجد المعبود سيرابيس، وامامه هنجد المعبوده ايسيس فيريا اللي هي مسؤوله عن اللي هي المعبوده ايسيس حاميه السفن والموانئ، ده هنشوفها بعد كده في صوره اوضح ليها. وعلى الجانب الثاني مقابلها عندنا المعبوده ديميتر اللي احنا شفناها
في صورتين في بتاعت الصراع والطبيعة. فهنا عندنا ميكس ما بين معبودين مصريين ومعبود يوناني صريح. أستاذ محمد من فضلك الصوت ضعيف جدا. سامعيني كده؟ طيب يا جماعة والله أنا مقرب المايك على أقرب حاجة. لا هو صوت حضرتك واضح، هو جايز عندك يا أستاذ عبير المشكلة، لأنه أنا سامعه بشكل ممتاز. طيب في حد غير الأستاذ عبير؟ لا أنا مشكلة. كمان الصوت واطي يا دكتور. طيب معلش قرب من المايك، قرب من المايك يا أستاذ. طيب أنتوا كده سامعيني كويس؟ طيب كده الصوت كويس؟ بس بقى في هوا جامد، الأول كان أحسن بصراحة. طيب كده كويس. الأول كان كويس في الحلقة اللي فاتت يعني. طب كده الصوت ممتاز طيب ولا في مشكلة؟ لا ده كده بعد. طيب كده. كده ممتاز. طيب أنا هحاول أعلي صوتي برضو عشان الناس تسمع. أنتوا سمعتوا اللي فات طيب ولا محتاج أعيد أي حاجة من اللي لا فات؟ لا لا كمل واصل. طيب. برضو عندنا من عهد الإمبراطور سبتيميوس سافيروس، ده عملة فئة تترا دراخمة، وبرضو مرسوم عليها على الظهر تحديدا المعبود سيرابس في البوز الكامل بتاعه، وهو جالس على العرش وماسك الصولجان بتاعه. فيعني مش هنخوض كتير فيه. برضو ده من عهد إمبراطور دقلديانوس، عندنا برضو سيرابس موجود لحد ما وصلنا لكينيوس. لكينيوس عندنا برضو هنا تمثيل بشكل نصفي للمعبود سيرابس، وبيحمله الجينيوس اللي هو تمثيل أحد التمثيلات اليونانية الخاصة بالحكمة وغيرها الرومانية عفوا. فبرضو لحد القرن الرابع موجود معانا سيرابس، ويفضل مكمل معانا كتير. طيب نخش على معبودة تانية في يعني برضو لا تقل عنه أهمية، هي المعبودة إيزيس. إيزيس التالت تظهر لينا ابتداء من عهد الإمبراطور يعني جلبة تقريبا، أول تمثيل ليها ظهر لنا في عهد جلبة على فئة الديوبول أو فئة الاثنين أبول. فهنا عندنا الإمبراطور جلبة ممثل بملامح مميزة جدا، مناخيره كبيرة أوي المدببة ديت، وعلى الظهر هنلاقي المعبودة إيزيس، وطبعا هنلاقي القرنين، وفي النص في الشمس قرص الشمس، وتحتها نجد السنة الثانية علامة السنة اللي هي اللامدا باليوناني، وتحتها الفيتا اللي هي شكل السماء عفوا رقم 2. هنا بقى عندنا من هادريان هنجد ان هو ظهر لنا صورة تانية للإرضاع، يعني عندنا هنا إيزيس وهي بترضع هنا على عملة فئة الدراخم، وهي بترضع المعبود حورس الطفل أو حربقراط أو حربة غيرت باللغة المصرية القديمة. بس يعني ودي برضو تمثيل تاني للمعبود حورس الطفل أو حربقراط، وده تمثيل أكيد لو حد شاف منكم تمثال الملك توت عنخ آمون الموجود في المتحف المصري، اللي هو تمثال خشب الشهير جدا اللي هو بتاع نفرتوم، هو بيطلع من زهرة الشمس من زهرة اللوتس. فنجد التمثيل ده مشابه ليه شوية. هنا برضو حربقراط بيطلع فوق شكل طفل بيرتدي برضو قرص الشمس لجديلة الطفولة أو ضفيرة الطفولة، وبيحط صباعه في بقه، ودي إشارة على الطفولة عند المصريين القدماء، وخارج من زهرة اللوتس. فده من دي ده دراخم من العام 19 من حكم الإمبراطور هادريان. برضو عدم التكرار ده أنتونيوس بيوس، وعندنا برضو مظهر الإرضاع وهي برضو جالسة على كرسي وترضع حورس الطفل، وبرضو في أنتونيوس بيوس شكل نصفي بس هنا شكل بديع جدا، وقدامها الصلاصل أحد الرموز الخاصة بمعبودة إيزيس هي الصلاصل. نخش بقى على الشخص الثالث بقى والمعبود الثالث اللي هو حورس. هنا نجد الإمبراطور فيسبسيان، ده عملة فئة أبول نحاسي، هنجد عليها من العام الخامس المعبود حورس في شكل من الصقر طبعا، وبيرتدي التاج المزدوج، وده طبعا ليه دلاله على ربط حورس بالملكيه. فهنا هنا الامبراطور بيحاول برضو بشكل غير مباشر انه بيدعي ان هو وريث حورس على الارض او الصوره الارضيه من المعبود حورس. انا اجي برضو بس مع عذر الحاله سيئه شويه، ده الامبراطور انتونيوس بيوس برضو فئه أبول ضرب اسكندريه العام التاسع من حكمه، وهنا هنجد برضو المعبود حورس وبيرتدي برضو التاج المزدوج.
هنا برضو هيربقراط او حورس الطفل، برضو هنا من عهد الامبراطور هادريان في فئه قبول، وهنا العام ال 22 من حكمه، وبرضو بيرتدي التاج اللي هو الهمم. ده احد التيجان المصريه القديمه. هنا عندنا برضو يعني خلصنا من حورس او انتهينا من حورس، هنجد هنا تمثيل للمعبود او عفوا التمثال لابو الهول. برضو ابو الهول كان بيعبد برضو، يعني برضو ابو الهول كان سفينكس كان بيعبد. فهنا برضو ما نعرفش اذا كان هنا مصوب تمثال ابو الهول كمعبود ولا تمثال ابو الهول كتمثال او اثر، فبرضو ما نقدرش نحكم فيها برضو، ما نقدرش نقول دلاله بشكل قاطع. بس دي من عهد الامبراطور دوميتيان، وده برضو فئه الهبول ما بين سنه 81 ميلاديه تقريبا، عفوا سنه 91 ميلاديه. دي عمله فئه ديشالكي او ديشالكون، دي اقل الفئات البرونزيه في العصر الروماني. دي العامل، دي عمله مكتوب عليها العام 21. في ناس بتنسبها للامبراطور كاليجولا، بس انا هنا عندي هيئتين. هنا عندي هيئه الايبس او الطائر الايبس، اللي هو يعني بيقترن بالمعبود جحودي رب الحكمه في مصر القديمه. وعلى الجانب الثاني بقى، ودنيا معنا في المحاضره بما ان دنيا متخصصه في معبود سوبك، هنا عندنا سوبك وعليه قرص الشمس. لو خدت بالك يا دكتور باسم، انت في اول المحاضره لما شفت المعبود، لما شفت التمساح على عمله اغسطس، انت افتكرتها او يعني قارنتها بالمعبود سوبك. هنا ما دام عندي قرص الشمس يبقى معبود على طول. فهنا بشكل صريح مقرونه بالمعبود سوبك راع، اللي هو اللي كان بيعبد في اقليم الفيوم ارسينوي. اذا تمثيل التمساح بدون اي رمز ديني اخر مصاحب هو رمز مصر، وخاصه مع بدايه الامبراطوريه الرومانيه لاحتلالها مصر. لاحقا بيظهر قرص الشمس لابراز كونه المقصود به المعبود سوبك رع. سوبك رع المؤلف في اقليم الفيوم. وهنا على الجانب الثاني، ما دام هنا عندي اله، يبقى هنا ما نستبعدش برضو، لان هنا مقصود بجحوتي، ما نستبعدش اطلاقا. لان هنجد برضو ده دي عمله فئه ديشالكي ثاني، واسمها برضو عمله صغيره الحجم برضو، درب اسكندريه. هنا صريح جدا بقى، دي من عهد الامبراطور دوميتيان. هنجد هنا ان هنا بقى التمساح واقف على قاعده وقرص الشمس فوق دماغه اهو. فهنا برضو بنتكلم في سوبك رع بشكل صريح، ما نقدرش نقول هو الا اللي هو المعبود سوبك رع معبود الفيوم. هنا عندي هيئتين برضو من دي عمله انونيموس او غير معروفه لاي فتره، بس يترجح ان هي من فتره الامبراطور كلاوديوس. هنا برضو عندنا طائر الايبس، وعندنا على الجانب الثاني العجل ابيس. وعرفنا منين بقى هو ابيس؟ لان هنا بقى مش اي عجل، بقى عندنا العجل وفي نفس الوقت قرص الشمس. ما دام قرص الشمس يبقى هنا ليه طابع الالوهيه. فبالتالي وهنا العام الثاني، ادي اللمضة حرف ال وحرف الفيتا، البي مع رقم 2 على طول. فكده معناها اللي احنا بنتكلم فيه معبودين موجودين على العمله. دي عمله صغيره جدا، انا بس مكبر الصوره يعني، لكن هي في الاصل هي عمله صغيره قوي. طيب دي عمله ثانيه عليها مع المعبود الملك او عفوا الامبراطور هادريان. وعلى الظهر هنجد هيئتين، هيئه التعبان وهيئه الصلاصل. الصلاصل المعبوده المقصود بها التعبان ديت ريني نوتت، والصلاصل المقصود بها ايزيس. دي هيئه اندماجيه ما بين المعبوده ايزيس والمعبوده ريني نوتت، بتعرف في الفتره الرومانيه او الفتره اليونانيه، باسم المعبوده ثيموتسس. دي معبوده كانت شاعت عبادتها في الفتره البطلميه والرومانيه، والستيله الموجوده دي بترجع للعصر الروماني. دي موجوده في متحف الجريك رومان بالاسكندريه في مصر. فدي نفس المعبوده اللي مرسومه على العمله، انا بس اللي حطيتها للتقريب. دي طبعا دي اهداء من الدكتور باسم طبعا. ده المعبود طبعا بتاع سكر أزير، مرسوم على العمله فضيه او عمله بيلون فئة 3 دراهم. يعني برضو في رأي بيقول ان هي العملة دي اتسكت تحديدا، لان ما فيش اي حاجة بتربط هادريان بالمعبود بتاع سكر وزير، لكن هي ممكن تكون اتعملت تخليدا او عملت احتفالا بزيارته لمصر، اللي هي اتعملت في نفس تقريبا السنة اللي هو صار بيها مصر. فممكن تكون هو ده السبب في سك عملة عليها، اللي هو ما ظهرش تاني تقريبا يعني.
لو تسمح سكر. لو تسمح لي افتكر ان في بعض المصادر الكلاسيكيه بتتكلم على وجود احتفالات تمت في منف وشارك فيها او حضر فيها الامبراطور. اول حاجه الوحيده تذكرني كان احتفال حضره تايتوس او تيتوس لما كان ولي العهد بعد ما خلص اخماده للثوره في فلسطين، كان زار مصر وهو في مصر كان في الاحتفال بتاع العجل المقدس، فهو حضر الاحتفال ده. طور منف المقدس بعد اذنك. أيوة بلاش عجل. اسف معلش. فهو في الاحتفال ده كان مفروض ان هو يرتدي يعني تقريبا التاج، اعتقد احد التيجان المصريه مش فاكر التاج ايه بالظبط. فالكلام وصل يعني هو خاف ان الكلام يوصل لوالده الامبراطور فاسباسيان يفهم منه ان هو هيعمل انقلاب عليه، فهو خد بعضه ورفض ان هو يكمل الاحتفال ورجع على روما عشان يثبت لوالده ان هو ما عندوش اي نوايا للانقلاب. تمام. الاحتفال الوحيد اللي يحضرني يعني. لا ولكن بالفعل انا من مصادر اخرى عرفت ان هادريان خلال زيارته تم بعض الاحتفالات في منف، عشان كده هو من ضمن الامور ارتباطه بالمعبود بتاع رب مدينه منف. دي معلومات جميله جدا دكتور، يعني ممكن حضرتك تبقى نستفيد منك فيها بعد كده. موجوده في كتابي منف منطقه ميتراهين الاثريه ومتحفها اللي صدر في هذا العام ان شاء الله ارجع عليها دكتور. فبالنسبه لي هادريان اكتر امبراطور عمل عملات خلت بيها المعبودات المصريه على الاطلاق. عمل حاجه اسمها عملات الاقاليم. عملات الاقاليم دي عملات برونزيه بتعرف اصطلاحا باسم العملات النومس او عملات الاقاليم. اصدارها اول اصدار منها بيرجع للعام 11 من عهد الامبراطور دوميتيان، اخر اصدار ليها في العام 8 من عهد الامبراطور انطونيوس بيوس. انا مش عايز اخد في كتير في الموضوع ده، بس احنا ممكن نقول ان عملات الاقاليم كان ليها كذا يعني ليه كان ليها كذا سبب، او ليها اصدارها كان ليها كذا سبب. انا هاخد اخر نقطه دي من رساله ماجستير لاحد الباحثين بارعين جدا اللي هو عمل يعني دراسه عنها، وبيقول تعطينا الفئات النقديه الاقليميه تصورا واضحا حول المعتقدات الدينيه المحليه التي انتشرت في الاقاليم البعيده عن الاسكندريه خلال العصر الروماني، حيث كان يصور على ترس الظهر لتلك الفئات النقديه المعبود المحلي للاقليم نفسه في قالب فني سكندري يتمثل في هيئه ادميه لرجل أو سيدة واقفا ويمسك في أحد يديه أحد رموز الإقليم أو أحد شعراته، مثل تصوير الحيوان المقدس الذي يقدسه سكان الإقليم والذي عادة ما كان يرمز للمعبود الرئيس الإقليم. وفي بعض الأحيان كان يظهر تصوير لأحد مخصصات أو أحد الحاجات الخاصة بالإقليم زي نوع الفاكهة التي يشتهر الإقليم بها، وذلك لإطفاء الطابع المحلي في التصوير. فدي أحد العملات منهم، دي عملات فئة أبول هادريان. وبعد كده عندنا مكتوب هنا بقى إيه باللغة اليونانية، ديوبولي ماجنس أو عفوا ديوبولي ميجالي. ديوبولي ميجالي دي هي ده الاسم اليوناني اللي أطلقه اليونانيين من أيام العصر البطلمي على مدينة طيبة محافظة الأقصر. وطيبة المعبود الأساسي فيها هو المعبود أمون، فهنا ده التمثيل الموجود للمعبود أمون، وناخد بالنا إن ده الريشتين اللي فوق ده هو ده التاج الريشي بتاع المعبود أمون اللي هو اللي فوق دوت. وهنا هو لو أنتوا خدتوا بالكم بإيده الشمال هو بيحمل كبش اللي هو أحد الرموز الخاصة بالمعبود أمون، فدي عملة بتشير للأقليم وللمعبود اللي عبد فيه. المعبود الثاني بقى هو المعبود برضو هنا، دي عملة فئة ديشالكون السنة الحداشر، مكتوب هنا بقى إيه باليوناني إرموبولي اللي هو إقليم الأشمونين هيرموبوليس، أدي إرموبولي السنة الحداشر من حكم هادريان. هنا بقى ده إرد البابون اللي هو أحد هيئات المعبود جحودي، فهنا هو ربط المعبود بالإقليم اللي عبد فيه. هنا برضو دي العملة الأبول بتاعة إقليم أرسينوي أو إقليم الفيوم، أدي أرسينوي مكتوبة فئة أبول العام 11 برضو اللامدا برضو أدي 11 أي السنة 11. الشخص اللي هنا بقى هنجد إن في شخص لابس الغطاء الرأس المصري، وهنا هو فوق
في اليوريوس او في الصل الملكي اللي بيكون موجود فوق الغطاء الراس. مين الشخص ده؟ ده يقال ان هو حسب بعض الاراء ان دوت الملك امنمحات الثالث المؤله، لان الملك امنمحات الثالث كان بيؤله في منطقه الفيوم وكان ليه عباده هناك من عصر الدوله الوسطى لحد دخول المسيحيه تقريبا في مصر. فده الهيئه الملك امنمحات الثالث المؤله. دي عمله فئه ابول، هنا مكتوبه عليها باليوناني بانو، اللي هي بانو بوليس، مدينة أخميم. والمعبود الموجود دوت اللي احنا شايفينه في هيئة شاب بإيده اليمين مسك أعتقد القرن الخيرات لو أنا مش غلطان. لا هو مش، لا هو هنا هو مسك هدومه، عفوا مش هو هنا، بإيده الشمال اللي هي هنا دي هو بيلف مسك هدومه بيحاول يلم الرداء الطويل هو لابسه، وبإيده اليمين هو مسك يعني عضو ذكري. ده المعبود، ده المعبود مين؟ إله الخصوبة في مصر القديمة، وهو ارتبط بمعبود تاني اسمه المعبود بان، وده كان معبود يوناني ليه نفس الدور الخصوبي اللي كان موجود دي. عشان كده دايما اليونانيين والرومان كانوا بيربطوا ما بين المعبودات المصرية بنظرتها في المعبودات الرومانية أو اليونانية. فده المعبود بان، الاسم اليوناني دي المعبود مين؟ اللي هو رب مدينة أخميم، اللي أنا كنت عملت عنه محاضرة من فترة. هنا عندنا بقى إيه؟ دي عملة خاصة بإقليم مندس أو تل الربع، كانت بتسمى باللغة المصرية القديمة جدت. هنا هنجد مكتوب اسم مندس مكتوب اهي، مند اختصار مندس، وعلى الظهر هنا هادريان طبعا، وهنا على الظهر هنجد المعبود اللي هو بانب جدت، بيرتدي تاج القطف حواليه قرص الشمس، وبيحمل بإيده كبش، بيحمل بإيده كبش. فدي برضو ربط الإقليم بالمعبود بتاعه. هنا برضو عندنا إقليم تاني، إقليم ليونتوبوليس، كان اسمه في مصر القديمة الإقليم ده، وده اسمه باليوناني في مصر القديمة كان اسمه أعتقد طارم أو إقليم السمك أو حاجة زي كده، وموجود حاليا في كفر المقدام مركز ميد غمر بالمحافظة الأهلية. هنا هنجد اللي هو معبود على شكل هيئة إنسانية، هيئة بشرية عفوا، بس شخص بيرتدي ملابس عسكرية ووجهه على شكل أسد. ده المعبود حورس ماحس، بيمسك بإيد اليمين بيمسك برمح، وبإيده الشمال بيمسك أسد، وفي الإيد الشمال هنا أسد، وباليد اليمين مسك الرمح، ومكتوب فوق هنا باللغة اليونانية ليونتي، اللي هي مكتوبة هي ليونتي اللي اختصار ليونتي بوليس، ليونتي بوليس. باقي 7 دقائق على الجلسة. طيب دي كويس، أنا خلصت على فكرة المعبودات يا دكتور، خلاص يعني دي آخر حاجة نخش عليها، الفترة الانتقالية ما بين المسيحية والوثنية والمسيحية. هنا عندنا الإمبراطور قسطنطين، دي سنة حوالي سنة 313 ل 314 ميلادي، الملامح بتاعته موجودة على الظهر، اسمه مكتوب باللغة اللاتينية، وعلى الظهر عندنا جينيوس بيحمل وجه او تمثال نصفي للمعبود سيروبس، وبيحمل بيده الشمال القرن الوفرة. فدي الفتره الوثنيه. هنا بقى الراجل يعني الحمد لله ربنا هداه ودخل المسيحيه. فعندنا هنا فوليس، دي عمله فئه فوليس، انا اسف نسيت اقول الفئه، برونزيه طبعا، دي عمله فئه فوليس الامبراطور قسطنطين. هنا وحتى لو خدنا بالنا هنجد برضو حتى بقى في طفرة فنية، برضو الشكل الفني اتغير شوية. هنا هنجد برضو ان هنا عندنا شكل جنديين رومانيين مسكين اعلام ورايات، ووسطهم هنجد شكل علامة الخيرو اللي هي اول حرفين من اسم السيد، اللي هي حرف الاكس بي، اللي هي اول حرفين من اسم المسيح اللي هي خريستوس، وتحتيها دار السكة اللي هي كونستانتينوبوليس اللي هي قسطنطينية. فدي ما بين سنة 335 ل 337، يعني هنا بنجد بقى بعد كده انتشار المسيحية وظهور الرموز المسيحية على العملة. آخر موضوع هناخده بقى دكتور في المحاضرة دي، أنا عايز بقى أخلص الموضوع بشكل سريع، هناخد ظهور المباني على العملات الرومانية. هنا عندنا عملة هيمي دراخم أو 3 دراخم من عصر دوميتيان عليها شكل الفاروس أو شكل فانوس اسكندرية
فنار اسكندريه، مظبوط، فنار اسكندريه. هنجد دايما ان في حاجه مهمه جدا، احنا ما عندناش اي حاجه لفنار الاسكندريه موجوده غير اوصاف وغير بعض الحاجات البسيطه جدا اللي تركنا الرحاله. هنا هناخد بالنا ان هنا شكل فنار الاسكندريه هنقدر ناخد صوره عنه، وهنجد ان قمته كان فيه تمثال، يعتقد ان هو كان تمثال للمعبود بوسايدون. هنا هنجد يعني دراخم للامبراطور هادريان. هنا على الناحية اليمين هنجد المعبودة إيزيس فيريا اللي هي المرشدة البحارة والحامية الموانئ، ودايما هنلاقي ان هي الطرحة بتاعتها ورا او الجزء من الرداء بتاعها بيطير في الهواء، عشان هي خاصة هي بتقف في السفن تحمي السفن، فدايما الهواء جامد. هنجد ان هو برضو فاروس اسكندرية موجود، وقدامه المعبود غالبا بوسايدون اللي بيعتلي قمة بتاعه، برضو ده من عصر الامبراطور انتونيوس بيوس، فاروس الفاروس او فنار اسكندريه موجود. دراخم برضو، فئه دراخم، عفوا هيمه دراخم. ده دي صوره نادره جدا، تمثيل نادر جدا لمعبد السيزاريوم او معبد تقديس الامبراطور غالبا يوليوس قيصر، صح، في مدينه الاسكندريه. المعبد دوت كان تم البناء في إنشاؤه أو تم بناؤه من ابتداء من عصر الإمبراطور الملكة كليوباترا السابعة، واستمر لأنهاء الإمبراطور أغسطس، وده كان معبد خاص بتقديس الإمبراطور. فتمثيل العملة حاجة نادرة جدا يعني. ده صورة لمعبد على الطراز الروماني. هنا برضو هنجد ان هو في برضو تمثيل لمعبود موجود داخله، انا ما اعرفش معبود مين الصراحه يعني، بس انا خدته كبناء على الشكل المعمار على العملات الرومانيه. هنا بقى عندنا شكل مصري صريح، ده غالبا معبد فيلة، لان انا هنا عندي البايلون او الصرح وعليه تمثال للمعبوده ايزيس، فغالبا ممكن يكون هو معبد او الصرح بتاع معبد فيلة فعلا. ده من اعداد راخب من عصر الامبراطور تراجان، دي عملة تانية من عصر الإمبراطور هادريان. هنا شكل البايلون صريح جدا فيها، وهنا المعبودة فيلة، عفوا المعبودة إيزيس اللي غالبا زي ما احنا قلنا هو فيلة. ده من عصر الإمبراطور ماركوس أوريليوس، وعندنا واجهة المعبد بايلون، وعليها برضو اسمها الكانوبيك جارز أو الأوعية الكانوبية، اللي دايما كان في العصر الروماني كان بيرمز للثالوث السكندري، هي كانت مربوطة بالثالوث السكندري. هنا عندنا احتمال يكون معبد المعبود سيرابس، لأن عندنا هنا برضو لو خدنا بالنا هنجد الإمبراطور هادريان، وعلى الظهر هو هادريان برضو واقف، وبيقدم له المعبود سيرابس، بيقدم له تقريبا تقدمة يعني، بيقدم له سيرابس، بيقدم له اسمه ايه السبتر اللي هو يعني سولغان، مظبوط. فدي برضو من عهد هادريان برضو. ممكن رغم بساطة التمثيل، بس احنا برضو ممكن ناخد برضو بعض الملامح الفنية لتخيل شكل معبد سيرابس. السقف الجمالوني، الأعمدة الرخامية الضخمة جدا السميكة زي موجودة في الصورة ديت، فممكن ناخد بعض اللمحات عن شكل معبد سيرابس المفقود. ده معبد سيرابس برضو، ما هو برضو واضح هو من عهد الإمبراطور أنتونيوس بيوس على الدراخم من عهده. برضو ده معبد على يعني احتمال يكون معبد إيزيس وحرب كراتس من عصر الإمبراطور ماركوس أوريليوس. ده معبد غالبا للمعبود نيلوس، لأن عندي شكل المعبد هو قاعد جواه نهر النيل، مظبوط. ده برضو معبد غالبا كان في اسكندرية للمعبود أبولو. أنا أول مرة أسمع اللي فيه المعبد لأبولو في اسكندرية، بس يعني هو المعبود برضو الساعات المسبوكات بتدينا بعض المعلومات اللي احنا ممكن ما نعرفهاش. ده من عهد الكوميروس، ده برضو من عهد الإمبراطور أحد أباطرة الاضطراب اسمه الإمبراطور جالوس، برضو عندنا معبد على الطراز الروماني. ونشكركم على الفترة دي كلها. لو نحب نكمل البيزنطي يا دكتور ممكن نكمل، لو نحب مبدئيا القدر الاحترام. مبدئيا احنا هنضطر نقفل الجلسه دي لان فاضل فيها دقيقه. احنا عندنا سؤال من الجلسه السابقه لدكتور رياض، وبعد كده استاذ عبير برضو رفع ايديها، وبعد الاسئله ممكن نشوف امكانيه المواصله، خاصه نبقى خدنا لمحه عن البيزنطي عشان الوعد مع الجمهور. اتفقنا؟
تمام يا دكتور. هنقفل الجلسة بنفس الرابط، وبعد كده دكتورة إيمان نور الدين، وبس بنفس اللينك، نفس اللينك والآي دي والباسكود، هندخل الجلسة القادمة، هنغلق وافتح مباشرة. إن شاء الله.